أقيم في كنيسة القديس بولس الرسول الجبيهة قداس الأحد العشرون واستقبال الكاهن المساعد الجديد الأب جيكوب داينوتي، حيث ترأس القداس الأب سامر مدنات راعي الكنيسة بمعاونة الأب جيكوب ومشاركة جوقة الكنيسة بقيادة المايسترو حنين جدعون وحضور جمع من المؤمنين. وفي عظة القداس رحب الأب مدنات بالكاهن الجديد متمنيا له خدمة كهنوتية مميزة للرعية. تلا بعد ذلك قراءات من إنجيل القديس متى. وعند انتهاء القداس توجه الجميع إلى ساحة الكنيسة للسلام على الكاهن المساعد، معربين عن سرورهم بحضوره الرعوي بينهم. بدي أحاول في هذا المساء المبارك إني أربط تأملنا اليوم بسر الكهنوت، لأنه مش كل يوم بكون عندنا خوري له 60 يوم مرسوم. هاي بلا زقفة. ستين يوم يعني الروح القدس دائما فريش في الكهنوت، ولكن 60 يوم يعني بحمسني أنا، يعني بحمس الجميع وبيعطي أمل ورجاء للجميع، نشكر الرب عليها. وانطلاقا أيضا من رسالة القديس بولس لأهل روما اللي بيقول أريد أن أظهر مجد خدمتي لعلي أنير أو أثير حمية الذين هم من بني قومي. قديس بولس بده يظهر مجد خدمته ككاهن، بلكي بني قومه اليهود بيآمنوا. وما في شك الكاهن هو مرآة تعكس صورة المسيح دائما. أمام احتياجاتنا للخبز الروحي في صعوبات كثيرة، وخاصة لما بختبر الصلاة. الصلاة صعبة جدا، وخاصة لما بشوف إنه ربنا طوله يجاوبني أو ما جاوبنيش. لذلك هاي فرصة إلنا اليوم إنه نجدد هذا الإيمان أمام هذه الصعوبات اللي بتواجهنا. نجدد طلبنا للخبز الروحي، خبز الشفاء الداخلي، خبز اللي بيقودنا إلى العمق في علاقتنا مع الرب، مش السطحية. خبز اتباعنا، اتباع حقيقي للسيد المسيح. خلينا يا أخوتي في هذا اليوم نجدد هذا الإيمان ونجدد اتباعنا للسيد المسيح وتركنا لكل شيء، وخاصة وثنيتنا، وخاصة خطايانا، وخاصة كل ما يعيق لقائنا بالسيد المسيح، ونتبع بهذا الإيمان اللي حملته الكنعانية. آمين. أنا كتير ممنون للرب على هذه الرسالة الجديدة في حياتي. أنا كتير مبسوط وكتير ممنون كمان للرعية، عشان الناس بالفعل استقبلوني كتير منيح. أنا بحس حالي محبوب من الناس، وكمان من قبل أبونا سامر اللي بشكره، وبتمنى إنه الرب بيعطيني القوة لغيرة حتى أخدم في هذه الرعية، رعية شبيهة، وين الرب راح بده يرسلني. بس اليوم أنا بالفعل كتير مبسوط وممنون للرب لهذه الفرصة. كمان بدي أعرف الناس، بدي أعرف كمان الثقافة الأردنية، وبالفعل أنا كتير ممنون، وبدي بس أشكر الرب، وبتمنى إنه بالفعل بقدر أخدم الرعية والناس بتواضع، وإذا الرب بالفعل بيعطيني روحه حتى أصير خادم للناس. وبشكركم، بشكر كل الناس على الاستقبال. أبونا سامر كمان على الاستقبال.